بعد الله سبحانه وتعالى وحن مهنقها يا علماء عسمنتي مرتقاضي سدوك لوحان آديات ومهنقها يا جماعة مسجدك يا إمام الكيسة يا علماء مسجدك دراسة الدعوة إن بدن كوذي إلهي أمد وكوان فعي سيقو النوائدين سلام يا موضوع عاوة نقود به إن شاء الله تعالى موضوع آديات او علوس وي فردك كلي انا كمسو كوبي كرو لكن وحي ان لغا قارو ايان ان شاء الله تعالى عاوة اذن لو ذاك هد ربي الى هذو كلمة وحي كصاب سنتا هاي العصبية هي الفتنة المفرقة بين المسلمين فارقابيل كدينات اما عنصريات اما قوميات وفتنة أوين المسلمين تكلقي سي اسكودي سي كذا تبسا موضوع عاصو كسا في هذا الكيو وحي الله سبحانه وتعالى إلى وافتيانا كوران دونا وحي خير نقصت إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان فعو وحي أنا نقصتين خرد مصر مسكتنا الله إلا فو إذن كان إلهي إذا كان فتنة العصبية هدي الله قيحو الله سوكو وحاول لو تشيلا إناد أهيلسو أما آتاريرتو أحد شخصي طائف قومية وحول أتكو تاريرتو على أساس غير الدين على أساس غير الدين وحان دين أهي وحان إسلام ما أهي والدنيات بدكو تاريري زمتلنا وغوه الليس قبيل بدوه الليس إناد كو قويسي إسكو ريرتيه وحاضر وهنا أما تقول تاجرين أسكو قرر أسكو طريقته أسكو جماعي حزبته وحاضر وهنا إن أسكو شقته معلمين بطلته أما وحزلته إن كان عصته أما سياسيين وإن أحد من آدم شخص طائف عد دون أن نغتي أبوه يلسو كنا تاجرته وحن دين الإسلام كأهل تاسع عصبية الليلة هذا qabyaaladu waxa u taqaanaana sida uu weeyo waa in dad la isku xiro oo heel iyo hool la siiyo ala asaas gheer diin raabta islaam lama eegayo iimaan lama fiirinayo diin lama fiirinayo qofka inaa isku dantii ama isku qoystii ama isku ururtii ama isku daltii ayaa loo yaqaan casabiyada si kala daru dhigo annagu afrikaan baynu nahay madmadow sida badan هذي ري يوروبي افريكان اسقبتان يان تاغيرا وعصبيه دوي افريكان كان تاغيري وعصبيه مذمومه شرعا كبيره من الكبائر وحال الربا قفك التاغيري ان عرق جنسيه موقال دواشيه ديران من ادن قيم كقيم ان كقيم الدين اسلام قف كان يكن كيسحا كيف دينك أولو تاسال للدونية إلهي سبحانه وتعالى يا رسول كيسو وكالضيريا باش هذا إن سوق حين عصبية الليلة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أيضا صدى أتقنى سورة الحجرات صدى قاعدة يتابطي وأساس رؤى baqan ka bulshada iyo binaadamka oo dhanba asaaska kooban ayadu waxay noo sheegtay binaadan oo dhanba inay hal asal ka yimaadeen hal fir bay ka soo jeedaan meel iyo masdar qur ay ka yimaadaan oo ah min dhakar wa unsa hawiya aadam bay laga yimid midka madow midka quruxsan midka laga quruxsan yahay midka cad waxaasoo dhanba isku meel bay ka soo jeedaan baa waxaad marka isku fuquuqdaan oo isku dulantaan meesha ma bayaan isku iska baati ayada kaanay ayadu asal kale fadhiisay oo ah xurmatul intisabi litafaqur wa jawazi litaaruf inay xaraantan banaaneen in ahad loo nasab sheegto ama qabiil iyo oday awow loo abtirsado ama lagu abtirsado faan darti anoo in hebal ah anoo ibnu kala ibnu furan wa allan wa ubayd wa jubayd inay xaraantaa wixii faan ku saabsanba oday aad u aanaynayso naftaada iyo nolashadaada iyo dhiiggaada
dad ugu aanayso faan iyo magac asuuli aad ku heshid waa xaram laakiin in lagu garto inaad in hebel tahay ninka ku xirinna kugu xiriya qaraabanimadkaada ninkii marka aan ku xirinna aad ogaato tacaaruf isgarasha oo aad darays ah oo in meel lagugu soo hagaagaa oo lagugu khaldamin oo nin kale lagu moodin ah way bannaan tahay alintisaab للتفاخر وحرام للتعارف نوا شيء بنان الدين أرضي الله فريسة ما هي الحقوق بفكر أن تعارفك حديث في حسن كهذا دنا أي حجين جريم بوقيها نسب كنية أبتر كنا كبرتا إن آت قرابي إن كفر لسا قف قدوسا أقول إن حق الرئابتي حق الرئاب عد لنا لعطي الدولة شنو برسالة لقيا أما يديدي وهو أرسل أما قريب في سماوك خلدمه في شيء وهو هيس إذا نبي عليه الصلاة والسلام رأى مصر بولها الحجرية بحاجة سوى جيدة ونبي إسماعيل هو يدي نبي ونبي إسماعيل هو أغطاق مركو أير لحدن أو بالي لحدن أو عدنان بوافرتن أغطاق أملاباتن وذلك لا يقان إلى هذا المهم أفرتن أو يربو أغطاق نبي إسماعيل هاجر markaas uu waa qaraabe rixin beeliyiin waahidid weeye hal xiliiliyo marka ka barta nasabkiina qadar aad ku ilaalisaan oo ku xiliilisaan qaraabadii asalka saddexaad ee aayadu ka hadasho waxa weeye mudnaan iyo horumarin iyo qiimayn iyo qadarin waxay ku xiran tahay attaqwa inna akramakum inda allahi atqaakum saddexda asal bay aayadu taabatay idan shay kasta oo ka baxa islaamka in la isugu yeero ama lagu habaruucado ama la isku xidhiidhiyo ama la isku taageero wixii ka baxsan oo dhan waa qabyaalad waa casabiyad waa diin la'aan asalkiisa warba ha wanaagsana magacyaha loo nasab sheegto waxaa ka mid a muhaajiri iyo ansaari oo kale laba saxaabi oo isku khaldantay ayaa midna u habaruucday muhaajiriin yaal almuhaajiriin buu midna wuxuu ihi yaal alansaar أنصار ومقع شرعه بحيو آدي آدو قيمة بضان مهاجرنا ومقع الدين آدو قيمة بضان إلهي أماني قرآن فقو أمان وتقاننا نبي قدر دار من الله وضبا هسا أهاتي مركا اللي بحرية هيلو هيلو مركا اللي بحرية إيا تاغيرد اللي بحرية لو روح مسلمين وإسقابتين أيضا اللي إيغيني كيسا عن كيخا دعان لفيريني هدين الله قيعي وكنوا أنساري كنوا مهاجري أنا مهاجري أن تاغيري أظن أن أنصاري أنت لأن أنصاري بامهاي حوش هذين نقط نوي حول ودعوة الجاهل فما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم هل كاسي النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام إله سبحانه وتعالى في القرآن تسوق عيادتك في علاضة قصلة قبيلك قيزك دنيسك والدنية يوحي الله مرد وعاي إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية في علاضة أنا فلا هذا قرلان وحتى قرلان أما الله كل حرير يروح كل حرير وين الدين إسلام ما نقط هذا الدين أما الجن وين الدين إسلام ما نقط لبعض شيء ولاء يبراء معادات يموالاة هذا كل حرير وحن إسلام يدين كاهي وحتى هاي وحتى هاي ذلك الجاهلية أي كثرة قلت أو كثرة ودين تبع المريبات نبي عليه الصلاة والسلام آيات تفسير كلمكم معناها كل شيء يا نبي الله وحاله ذلك كيف أبو خير بدن أي الناس أكرم عند الله ذلك كيف أبو جبس نبي الله مركز وحيه أكرم عند الله يا أتقاه آيات وياهد إلهي أبتي ذلك وحي أبو جبس مثل أبو عبس بدن ألو أبو إلهي كحش وذا كسر ريبت حقي سقطه سحمها كالي حدا حين نبي الله هو يدينا مدى أسنى نصر كان رشدا كان لين وقال صلى الله عليه وسلم قلوات كار ودرنيس هو يدينا مدى أسنى ويدينا سنة ها ضدك وحي أقب سنة يوسف نبي يوسف أصوى النبي أبيه هو النبي أوبين هو النبي ولا لي ولا الكين هو النبي الكاس النبي مكلم بها وحين نبي الله وحين كو يدينا عربا كو يدينا عرب يدو ويدينا ها إسلام كوهر ضدك ما يرحل هو ناكسنا ee gubanimada iyo akhlaaqda kariimada aad ku tilmaami jirteen ayaa idinku fiican marka la islaamay kadib
نبي وحكم رايا جاهلية وإسلاما جبر نماد وحكم رايا الأخلاق الكريمة الأخلاق الفاضلة إسلامي وأنا بحكم رايا هل كامر كأن لقب حول ما أقوله نبي عليه الصلاة والسلام مركو الصحابة الله الله يوحي إن الله قد أذب عنهم عبية الجاهلين عبية نوال الآخر عنك إلا بداء ولا كسر وأنا كبرك إسلوينك إسغاقاتك وحس المودي الدعوة وحواهي إلهي وحيد كتك سيودي قصي قضي كباب إيي كبرك يسنتاك الجاهلية دي الدين العنطاء وفخرها بالآباء إن أبيالي أو يالغفانه ضقوام مؤمن تقي وفاجر شقي وتقوى ضدك وأحد بارها وإلهي كحر ربك عبصدي مد حرق ألقوا يلا بلغني أنا إليه بلا وحجر معها وحبالك ما قيمي وحبالك ما رسنا أن كان إلا برتكلي والناس بنو آدم وآدم من ترى ضدك هنا لما أنتظ وإلم آدم آدمنا عقرب لك هنا يلقى سيدوه لك سوقا نبو حرب إنه فريسية مسألة ده أو لصب رب حضر أو الدكتور والروح عندها أوصار ليش كيما يوح لك قيمة يعني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها هاي الضاسي أصل كهذا إنه كان لنا تلمامس هي أوصي هي خزج محيس كل باب ينشري على أساس العرقية نعرات جاهلية كان ريبة كان ريبة يا قردنا لما يريد ووحد الصمارد أي بدن كان يسكب باب إيسو ويضل كيدي كدو ميسي وميرو الميجو كان يسكو هايستار مساجدو يورو يا قلبيت قبيالة يسكب باب إيه لو كلبح يورو يا قلبيت ورقة الوضع يسان مسجد ربو الجارية الصمارد أين يسطي بدن كي قبيالة يا باب إيسي والمدى قلبية إمام كورتواري والرهب ما أدل كنا أسنا والرهب لك مشاهدكم معموله أقاسم روالي أسنوى الرئيب هذا ماش رئيب البعيستي وبين تابع ماش رئيب البعيستي روح صور رئيب وأرد حدي راضي بحيقشي في صمالي قبل قبل كاملة يا مسائل اسكو قبصد دكتور عبدالله نيا إيشي وإيشي كي ودق ماذا كسو تشيلة إمامكي هي مؤذنكي ينكل أفر من بلسان مساعدة القرصة إمامك وحالة قرية قيس ما أدن كان قيس بحالة قرية لما قيس بها صوحة هو ينقل ماشي وادقنا وانا نحب كلنا مساعدة نيو حالة يلي والأقيمة يساعده ما أدنك هو أدني ما أقيمة كرب أقيمات يسكله هيه بل قويس بكلاي حراق قدام بي وحيلا يدكم استو ولا تختلفوا قاتل صفك السماء أقاسي باشو مريس دكتور عبد الله قال لي هذا شيء كيو هذا هو النور غير نيروبي وهل كاسي سمع لك قال إمامك هو الرهيبل وقويس مؤذنك هو قويس كلي أقيم الدنا وقويس كلي استو ولا تختلفوا صد الخلق حاذ بين المراكب والأقدام يا اسكلي قويس كالي أفر ريرون هضيبا مساجد يساور صوغ الشيء محايد يكسر ريب قبيلة مركة هضي بيت إلهي ما يساور قل يسور محايد يكسر ريب باشا مركة آد على اسكا قيل آد نبي عليه الصلاة والسلام حديث كي جندب وقرن إساء إن عبد الله البجري في صحيح مسلم من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية فقتلة جاهلية والرواية كان نينك لنتا الوجلو أسوق تاجيري وحن دين تقص على إسنين تحت الراية العمية أي باطلة ضالة حال جو ذا علني البندير الوجود تقول وغير وريا فيه من الصور دقاقة فيه من الفرد الجلية أنت تذكر ديسا وحلا غير متشرو وحلا غير نعيم متشرو دينه مهيل ليسي دولن كلكم ما هيستو أنا جريه بلا ومضوا حروية يا قبيالات أما حروية لنا وهي الذي سكحرا تهي قبيالات
أودنتا جيري سوا جيري جاهلية أو الإسلام كشكل كلاي وحودنتي لمشى جاهل لمو لمشى قرم مرسان رقم في إسلام في الدين سنة الكتاب طريقة الكتاب وسنة الرسول ما دم نيو نكا أسرع ياسين الآن بجيري ذو سما يوحي أمي سنين تين نكا أنا ياسين من أودنتا إنه بختي وحاب بختي ياسين الآن دنتي نكا قرم مري طريق الرسول عليه الصلاة والسلام حديث أبو هريرة سوى في صحيح مسلم الدرمي سنصونا ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية أو للعصبة المأذنة تنبوع عرنية نقل صومالي بدن صومالي بدن كير ما أنت دي الدين كو حالي كو رمبا حو دنقانية لكن قعانية تلابة إيو أفي أدن بدن الدين كو هيل المي هذه لكن غير كسو حالي شو أما وقوب عن قال بكير يشاوك وشبا هيا أما انتوك قيوح حناخو يواغد نمعوليني كان نحنوه أنا هذا دمور فردية نمان بايلو علو بايلو دانا الله وحي وضاق الله يقول الله يستي وعقنا حسان وقبيالي ديست محاجرة قويس كثيرو شكشيغا وانت مركوها الله يفريه بل بيستيجي هذا عطب بقبابة لي نجام حقوق صدي وحلاقي يا وردو غيرون أدوا قانون شيخ شدوك حنا خسنيا وحميين وحن يلي مترو أما غير كسبان مقع عامي وين أقول ترانا أقولي درتي سمال باشو هل كاسي مشوكتا هل كاسي مشوكتا خبيالات مية وحكرو أي قيميان أما يقدريان مترو دارون هذا انتي فانتي أيضا ما استعماشا يا سلوك الجميع يا سلوك الدرا يا سلوك قيبيا وعلى قصة مري قرني قال صور دافعي إن برجع أفرق قطن بيا لقى تليو ودك الله كريستام بيا ودين تلقى سارة لقى أنسد وار سمال وار مكاشون وحل محمد سمعنا قف قف هي برد برد هلا قيبيو حيرش هلا على على عسكو خلافه بيرة عسكو خلافه سودي محل إزجيلي مدول بجيد بأستان كل كتير سيسعتي ليجود ويز برنايستي وايس بابي الدون كميرا يبقى حين حتى وايس كل لايم هذا وابن تقول لو كوني اللحري تطبق يزيد بان كردة تقول حابك كطالا ودكسن ليلا وترنت برتن كذا لو بقول ولا دير وعمارة مسافر بيبقى هاي لا دير بواصل مالي بعد كن دلني يراد هذا وحيس كل لايم هوية دارو ميت كذا الله كلو برمال مستعد بيعير ميت بموشر كتشرة يا دليل ولا ربان دو لا واحد كحده ويعشق الله يان دري الدارو هوية دارو ده بس كذا لاين وعرضي كذا ده كله لتو أبي أشود يوالد كتب كوا أخري وكوها ما يبلاي ناس كذا ده بتتنو ده أمريكا كوبا ميس يدي كومر كم يشود كله لتو باشان لقى أساس هي شو ده لقى أفوف هاي محد بده وين كذا إسبابي اللي كده بنيستي يقف يجري يبرد عن علاين ديك الإسلام كل داري ومن قتل تحت راية عمية يغضب إلى عصبة قرابنون بو حناقة دين وما حناقة ويقاتل العصبة أو عصبية فرقبين بو دقال لما فليس من أمتي في صحيح مسلم أمتي إذا كمتر سنانك أسقى شكو الآن يقوم لها عده أكتر سنة سقى يقان نبيه شيئا سقى يقان دين تو شيئا سقى يقان فليس من أمتي صادوا أنت كفا سر لكن روحها بجال يسيني نصوص الوحيد بالله هذا سيد هذا وحي عليه سيطارك التنصار لكن روح عن معصية وكل عام الدين تهكذا سار رواية واحدة كلية هاي ومن قاتل تحت راية عمية يغضب أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة الجاهلية وقريع الحلال هاي قريب باسو وقريع أنك أول انتك حديث أنس عند الطبراني في الأوسط وكذلك وذاتك الأورنجري القشيري في تاريخ الرقة وسنة حسن كيمت وحوها ننكي من قتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية وجبت له النار وجبت له النار قبيالا ننك تاغر أهيلية وحكدية وحكوية ومضك الظلمية سدانا كل انت نار بأواجبتين نار بوغلية
ومن أشار بسلاح إلى مسلم لعنت الملائكة حتى يشيمه عنه. إنك قري أما هب أكتا روح مسلم كفيقة ملائكة لعنة يسيلا وقري إيو هب كي يتورد روح مسلم كفيقة إيو القاس النبي كي يشتغى عليه الصلاة والسلام إسك إلى لي كي لدينا وحتركينا وحقبتكينا عردينا قوين إي حرينها كحرنا وحان إسلام كآي كان إلى ذلك أهيني دين تمقب دين تنمقب مسلم سلا ونقن مايو هبلي هبل كيبا خلدن بوحلو قيمية كي إسلام كأولو كي صحن كي قرلي بوحلو إيدا هبلي إنو قرلي يهينا هير كنو كوشيغي ما هيانا كتاب ربك يبا كوشيغي سنة كوشيغي دقيدة إيو أباندو لها أسوق الطوطوق حقا لدي أصل كسور النبي صحابي أفهنسي وذلك عرابي في السنة وأتقرى ريزان نبو النبي حيوه العاقل دينك قاوي مسلمين بو حطر نكي باي نبي الله واجد بحوري الدين تما يسيسي نبي حلو ومرك وحيمادان حسين دونا سقى لفسان والمناصب أين بو نبي قبلها عزك الرمي صحابة وحيدا بحين نكي إنا تلعيان وإذا إيران أي بران ماموس كأنبيض الله ما يبران وإنها طابتان بيضا مركي كوخة مامين إنه بلو كادين نبي الله ودنك وحاج سمي وحولي ساهر ديني أنا وحاج ده هذا نبي محمد سفي عدو الدين بح أصلا وحاق ده هذا ورغضوكونا إذا بسو لكن أنا صار أسكوكو تكتان وخلط محايا فإن لصاحب الحق مقالة نكا قرطل وحولي هاي إيري إيرو دعوه وحشيك طولي لهاي أسلوب كباك الله باي أتوستوزية أنا قال إيه عنان طوحات رادا نبي محمد ودين تلسك بيحي نبي حولي هاي مركي مسألة حق آيت هاي قرأي قرد الرأي تلا مئيو روح عمي قاتلس أساق درجة دوتو من نبي با مشيخ وين با موايير با ويلو تمن شرعة يوضي سيدين تجاه دي إسقبتان دين تنم حي قبتان والسودة قريسي كي قر لا قرت الله سيني ما رضوا كورة يا محاضر ضد الفود دول ملاجس احترام كي قدرته وقوري هذا مستر على سكوها إن وإن الله قرصوا قرصوا بالنسك الدوري حديث كي أبي بن كعب ترمذي غير كي سو صار النسائي يا نسائي البخاري في المفرد حسن كاها نبي حور من تعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه بهان أبيه ولا تقنع ولا تقل نينكي كوها وروعة أمد أبوية كباقة يا ريغي ملا يا صوماليا ودين لعان يا صوماليا ودين لعان يا ضارور ودين لعان ومركا إن يسكوها إن مسأل يا هوية يا درعة يا أغادين ودين لعان هو سدو يدكتو ماشا تدقيا أول يعني لما أقولها وروعة يا للمسلمين يا الله يا مسلم اه هي من كان وحاسولها الله يقطع لما اقولها هذا هو عشكل بحال ديدين ومض انا كل حبه هي لديده هوغيده وحتركيده وحان كان هين كتاب ربي دينتني معاني شريعتي لما اقول لانه هو تعبيد تعبيد الناس اللي غير الله اذا كنت روح وسطك غنبا قف كان مكر برطي ما فطر بيسو إن مرخو نبي ما دئيه اللهم هذا تلكي منه فعر ويا رهب الآن وهذا قد يضع قضية مقدسة يقول قوي قبيل يا قبيالة شيق يا مبضا ومقدسة وبيا كما دبعان وأصر روح الله وحيد مكاد غنيا وهذا الدنب وحر بحركة سلاء آلها وحروه المامية دلشة الإسلام دين تيني إنا من ورغونا هارب المامية هل قصوك عرية صادرت با مالين با نبو حوي يمد نبا اقول نبي الله انا ركي اسكلت جوله هدي نين هر او يوسف وحوله نفته دو سوده ما خان قسميه نبو حوله اسكيه او اله كودار ور الله لما يغ جوغني وحو دو با او جي بيركا غوينين هرت بل ودق لهد وني يغ جوغ ديبي ودي مسلم بو كايا كادو با يغ خارا وني يغ له ورغ جوغ اله كوداري اه داري النبي الله دو فاجر يوم استهاد وسوق ما محن سمي نبي وحول عليه الصلاة والسلام ما ملك المسلمين تمركه جوا أقلوا
دولد الله روحات نيكا إذا قبتا وحيونا قال له فإن السلطان عن ماشوا دي الدولة كتشري أما الحلول يقفق إياها منكم وقمامها يسيرا نبحون استعين بمن حولك من المسلمين نبحون قبيل كأدون ما يعود تدك مسلمين تكون لو كان ميسو استعين بمن حولك من المسلمين أي غاصة وراءها يا ريح يبلع لما وضلوا ودعوة الجاهلية نبقى الديني لبركوا يمادوا لنك كعرنا كهبر وعضائيا يا ريح يبلع إلى هذا نبو حيري عارك آبه عنسي وعارك آبه قرين لها ولبها أسر بيبنا أصاف وأسر صراحة حسل كآبها قرين كلها يقبل كآبها كل كلها و نبو حسوب وفرح ويني سو نبو حشور بنا وعريها النوع عاس عرب في سؤوسا قوانين محوال كبقاعد إنو إذن دريسيو شيء غا كمان تيسا وحد كو هذا شيء أفكار كصوب حي وحارنا أنت أضو عارك آبها قرينو أفكار لقر وآفو إريك هصوب حي باكحنا متك أكو هذا شيء يا ريح بلا آتي إيو خندو اللقين وحاد رب النبي وكليه هاي هم كان الضرب بركة تاسي وخطر نبي وصيب بضان بوحن أبو الشيخي سيارة بضان بوقول لكي صدر كفة هنتان بوقول لكي لكن طاقة انتباه الله وانو يوعد صومالي قوم يرو علماء وإن كداري دقيد وإن كحبابتين كل من العلماتين لكن طاقة انتباه مقان نين علم النقود هيا ينين دراسة قلو أصوى معالنا ينين شيخة بان ليدي لكن إلا الله ما كهو الرئيسة نبي عليه الصلاة والسلام حديث كلو حكولي من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي وفي رواية تردى فهو ينزع بذنبه تلكي ننك أوهيلي حق دره أوهيلي وحول أمني هاي نيف قيل أمرتي حيال كافة كذا وقل عين قول للدوني سينت انتين لقبتين لصبحين مرتي نيف قيل سينت لصبحين حركوا أوهي يتير يرب مقوين بقلوب باية وصوت ربنا كيرا وابدا من تيل كروي يا اخي اقول عاب تورا يروح مفتاح ويحمل الوصف وشراب هناك لك زليل بس فتحي القرد عايسين الواضح عند الله زوج نبي وحمد صلى كوضا انك تلك اوهي لي حق ضر كنا تابيرا فتحي سوى كليتا دبي وقرد عاي يسوء خسارة يسوء هلاك السماي فتحي القرد عاي ولا مدي هاي ان رجال هاي لا صبحي بركة اسكائل علي الرجال الزوج يقول هذا أن قرار ما يوان الإسلامي وإله كعب صدر أو خلاف إن الدين تقص عليه سياسيين تويسا إذا قيبين دقي إذا كرش قيس تحمان في قبيارة إسكا قبطة هذا يقول الدين كنا إذا إرعشان دي كنا إذا نطورين دانا يستخوى إذا كسوري المعي وحيرو خلاف والحلين كرو إن لو دلو لباطن إلو لباطن رحول انتان ومن قامنه ودين حمق وضمن حمق وضع عبيسين بلو باشو مركي بتشوك تهوية ضربة من روريدي مركي قويس هو صعي مقطو قل ميلا كالتر وهل بيد هرسن تشيري سؤال فكرة ما بمعنى وحينا تسيسا ماشي انو قاعدني ماشي انو ضد ضد نمائي الدين انو كاقاعدني انو تسيسا إلهي سبحانه وتعالى في ندها قبوتيو مسلمين تقول لنا هكذا باتيو انت ونا بك شقيسينا خير الله سيو وحي الشر والله مضى إلهي شر وضعك قبطو أيونا ها همين واثلا لسق حديث كيسي حسن بشواهده على ضعف في إسنادي يا نبي قال لبود نبي الله عسبيت محالي إذا بالك ما هي العصب نبي الله عسب النوشي وحول أنت أن تعين قومك على الظلم وإن تلك أدقر دروه يوسف قرما رتو قاتا تلك إلا قرد دريا إنك لقرما دو قاني ومرك إنه كونك لبحسين وحقر نيسو ظلم محال لي إلى هذا ضدك محاكل هذا ظلم حيلك أبوك عندها بذكوك وضطي يقول لي أدقنت هاي لا أقول لي هذا قلك إله وأغلي إله مسلمين كما حكتين هذه الدولة جرتي النظام نظام كقيمين وقرشين هدون شرين حرب أدقن تي أنا بقول صار لا يكون تعلو يقول قال هذا صحيح رأينا يصير هبين كبار
iyo cilkaadu waa gacantada ku qodatay alla qodka aan ahayn baa dadka xigta. Wixii kale waa dulm. Iska ilaali xaqdaradaas adaa iska ilaali. Tolka oo ugu hiliso dulmi ayaa la yidhahdaa casamiyad. Tolka ama Afrikaan ha noqdeen ama cadaan ha noqdeen ama Soomaali ha noqdeen, kolba cidda aad u nasab sheega ed ruuxa kale ka xigsan ayaa laga wadaa qowmka laga wadaa. Waryaa Soomaaliya waa qabyaalad, waa diin la'aan, waa casaa uljaahiliin. Waxaan waryaa muslima aan ka ahayn oo dhan diin la'aan. Sayidina Cumar qisa dhexmartay baan rabaa inaan indareysiyo baashu meeshay taagan tahay. Sayidina Cumar xilligiisi yaa nin la yidhahda Qabiis Mascuud Sulam baa ka sheegay, waa qisa cajiiba yaa ka sheekeeyay. Wuxuu yidhi saxaabigii Cutb bin Ghazwan la oran jiray ee Basri dhulka Ciraaq oo fursad garanaysaan ayaan la soconay maalin maalmaha ka mid, duulaan uu waday baan la soconay. Markii muddo la dagaalamayay yuu saxaabigu wuxuu yidhi oo u yeedhay dadkii muslimiinta ahaa ee muhaajiriin ee ansaar balahaa ee la socday ee qur-aanka yaqaanay ee habeenka saatuli ku tukan jiray maalinkii qur-aanka ilaahay ku caabudi jiray buu yahay yaa asxaab albaqara, yaa asxaab suurat albaqara. War nimanka culummada ay qur-aanka yaqaanay suurat albaqara ku dhaqmahaya awr dadaalka gala warcada waa naga qabta. Nin baa intuu booyasta wuxuu yidhi yaa aala shayba hebeni shaybaan awr odintuna soo kaca waa nin inoo hilaya dhowaad muxuu rabaa waanu idhaa ruuxii culumo uu soo kaco kaalay mas-uulka difaaca oo gaalada ka qabta annaga tiraahdo ruuxii ogaaday inuu soo kaco kaalay ee dagaalkii idmoona gala muxuu mamad samaysay. Saxaabadii halka waxay gaadhsiiyeen ninka in la dilo weeye yaa ree hebelaa yidhi in la dilee ahayd bay gaadhsiiyeen. Wanaag buu ummadda ugu yeedhay laakiin muxuu isticmaalay wasiilo iyo dacwo iyo baaq iyo habalwacasho aan loo ogolay yaa aala shaybaan. Qabiisa wuxuu yidhi ninkii baan ku orday waan soo qabtay waxaan u keenay Cutb bin Ghazwan baan u keenay waxaa dhahay amiirow ninka hadday marka yaa asxaab albaqara allah asna wuxuu lahaa yaa aala shaybaan buu lahaa reebaligu madaalka soo gal. Markaasa wuxuu yidhi wuu qabto wuu xiray ninkii wuu xiray xabsi buu dhigay waraaq buu ku joogjoogsaday ciraaq buu ka diray madiina u diray. Sayidina Cumar baa noo amiir muminiin hadalku Cumar dhagaysta wuxuu low kuntu idin stawla wadaca bidacwa aljaahiliyati qadamtahu fadarabta cunuqa kaana ahla daaka faama idaa xabastahu fadcuhu faaxdith lahu fadacahu faaxdith lahu baycatan wakhalli sabiila. Wuxuu yidhi markuu sidaa yidhi haddaad intaad qabata aad dili lahayd ood muslimiinta dhibkiisa dhaafin lahayd wuu mutay nin mudan buu dil inaad disho, laakiin haddaadan dilood xidhay oodan seefta raacinin oo kuu xidhan yahay waxba ha dilin bayca la gal inuu mar dambe dembiga uusan u noqonin kadibna iska sii daa xabsin intaa ugu filan, laakiin markuu warkaada haddaad qoorta goyn lahayd wuu mutay. يا آل الشيبان يا ريه بلا يا حلو مضان يا إن كرك الله قوي محايا يعني وحق مضى باب إيو ومضو كالتشبين يا ومفرقة العسبية والفتنة المفرقة بين المسلمين قولي هذا ميرها عن صدا يا وحي سميا بوق بي أسميا بيوله فوسقه صاري قرشة قرص بوق بي أسميا ماشا كدو لنا يا دورك أما الضوء دعا أما مسكي نف كدو لنا markuu gaabiyo dabeerkuu daalo halkaasay ka danqahayaan markaas urdoodi maanta la musawadi ma istaagi karo boogtaasa ka danqahaya fiidkii ba macilaa ku dhicay dame diwaagaa loo dhigi marin haddana duradii iyo qudayd baa lagu bilaabaya gaaladu intay ina daraaseeyo na fahmeen iyo waxay ogaan boogteenu inay tahay ay Soomaali ka dhimato burburiya isku dila kala dila waa maxay waa qabyaalad iyadaa la isticmaala. Laba kun iyo lixdii yaa niman gaalo reer Kanada ay yimid ayagoo su-aalaha uu interview ka qaadahay waxay dhahay yaa tahay maxaa dhihi Soomaali baa yaa ka qaaday maxaa dhihi galay baa way diideen ilaa aan sheego qoyska ahayn way dhaqaaqi waayeen maxaa ka galay bal gaal cadaan oo farinji ah ciddaan ahay ninkayga madaxa kuusan maxaa ka galay
dhiigna kuwada banaysanin, wax kala badan samaynin, waa ruuxi baan cayday. Qayb dhaqankii gaalada nabigu ugu jirto saxaabiga ku yiri, wuxuu nabigu u dhaafay qadiyada ayada ma jirto siday ahayd buu u sheegay, waa in laga waantoono, waa in la iska ilaaliyo, waa in ummadda looga digo. Waagii dambe waxaa la sameeyey qabiilo kala naloo sameeyey oo la yidhaahdo gobol, gobolaysi, wadaniyad, wadaniyad, wadaniyadu waa qabyaalad, gobolaysigu waa qabyaalad. Hadda haddii la yidhaahdo ay isqabtaan nin reer Koosk oo muslim ah iyo nin reer Nordistan ay dagaalamaan, keed u helmaysa regaarso runtaas u sheegmo. Wadaadkan oo reer Koosk iyo wadaadkan oo reer Nordistan ay isqabtay, niyadinu iyo dabeecadinu markay wax taageeraysaa in loo heliyo Nordistan, in loo heliyo iskadaa ninkaasaa khaldani lagu yidhaahdo waa reer Bambaaso, waa ka helmaysa. Lagu yidhaahdo waa reer Gaarisa, waad u helinaysa. Idan maxay tahay? Waa jaahiliin qowmiyadii, gobolaysigii, midabkii, waxaasoo dhan waa diin la'aan. Dadka waa in lagu xidho islaam iyo diin lagu xidho, wanaag iyo samaway lagu qiimeeyo. Hamoodina keliya qabyaaladdu inay tahay, casabiddu inay tahay reer Hebel iyo reer Hebel. Reer Hebel iyo reer Hebel waa qabyaaladda reer miyiga, reer baadiyaha. Qabyaalada reer magaalo baa jirto, magaalo ku qiimeynaya iska daa. Haddii loo ninka waa reer Nairobi, kana waa reer Garis, ninka reer Garis markiiba wuxuu jixinhayaa oo ula safay ninka reer Garis. Anoo Nairobi ka yimidna waxaan leeyahay reer Nairobi waa ila quman, oo goormaad ka fikirtay madaxaan saa iska leh, dhaqankana saa iska ah. Hadda kuwan ciyaaraha iyo ururaha waxaa sameeya dadka midoobu baa taageeraysa. Hadda goor maqlo xero ushee waxaa yidhi anugu haddaan arkaano meel fiirinaya labanoo fiirtamaysa, nin cadaan iyo nin madow isfeedhahay, waxaan iskala saftaa midka madow. Niyada waxaan ka dhahaa ka madow mureeyo oo midka cadalada daanqoonsho. Waa ghariiza bashari, laakiin dabeecada ghariizada waxaa la rabaa in diinta lagu xakameeyo, sharciga lagu xakameeyo. Nafta waxay iska jeclaanayso waa in lagu miisaamo kitaabka Rabbiga. Fa amaa man khaafa maqaama rabbihi ونهى النفس عن الهوى. نفط وحي تعيشه وإن ليسه وقبيالها قويسا مضبعا مقالعا. وهذا الرباء إن كتابك الرب ذي الميزان ونقضه طبعي هذا يدوني تانك ربتان كذا، وإن إرادة الله وإرادة الكائنات بالي هذا، إرادة الله سبحانه وتعالى وإرادة الكائنات. مخلوقات وحي دوني وحي دوني يسو تتحقق إسكالبتو الله وحي دوني يسو دوني وإن ليه. nacaraadka jaahiliga iyo waxyaabaha noocaas oo dhan maxaa looga digayaa culimo allah? Maxaa ummadda loogu diidan yahay? Waa waxyaaba ummadda dunya baabi'iya, jiritaankeena dadnimadeena ay baabi'iyaan. Waxay keenayaan ilaahay axad aan ka ahayn dadka in addoomo looga dhigo. Axadka nagu xidhaaya waxaan islaam ka ahay oo waxaan kitaabka rabbiga ka ah nagu xidhaaya, wuxuu rabaa shayga uu nagu xidhaya inaan caabudno oo inagoon isgaranaynin hadhow marka lagu dhawaaq aan xaggiisa u boodno. Yaa reer Hebel aan burka soo qaadato qolbi la soo boodo. Waa tacbiidu lbashar ligayri illah, cubuudiyadana allah iskale subxaana wa tacaala. Wale iyo gacalnimo iyo hilaan alla ka ahayn laba ogolo, maxaa yeelay islaamkii saxnaa buu dhaawacaya. Waa iimaan, waa daciifnimo xagga iimaanka ah, waa sab ummadda kale biyo muslimiinta burburiya oo baabi'iya. waxay kaloo keenaan shawkadeedii iyo awooddeediibay eber ka dhigaya. walaa tanaasacuu fatafshalu watadaba riixukum, minnaan minnimadii wadajirkii gacalnimadii awooddii cududu dhan baa baaba'aysa markay qabyaalad meesha timaado. inaga reer Nordistan ah waxaa inaga fiican, reer Koostiga inaga fiican xagga hiilada muslimiinta marka la yidhaahdo. haddii dhib ka dhacaada Gaaris oo dhibaato gaadho, reer Koosta way ka hadlayaan waxay leeyihin muslimiinta Gaaris maxaa laga rabaa, saa maxaa loo yeelay, waxaa laga qabto. reer Nordistan ayuu ka hadli maayo dhibka gaadha reer Koosta. Istan hadduu wax ka dhaco oo dhibaato ka timaado, reer Koosta way ka hadlayaan, wadaadahooda, cuqaashooda, siyaasiyiintooda way ka hadlayaan. reer Gaaris iyo qolyahan ka hadli maayo maxaa u wacan
hawsha aniga tafsiir baan uga baahanay dad badanna waan weydiiyey duqeydii hore ee marka uu ee Soomaali u talin jirtay raagaaris inaan weydiin baa ii dhiman waa arrin aan la yaabay qolyaha muslimiinta waa in reekoostiga wixii dhibe muslimiinta qabsada si qumar oo idad leh oo islaamnimo leh uga hadlahaya waa inoo danqanaya laakiin innagu waxaan u maleyay markaan ka fikiro reebaadnimada waa inay ugu dambayso qabyaaladii teenni baan ku mashquulsanahayba goorman islaam ka fikiraa annaga waan kaa dhammaanin oo saa isu surane goorman muslim kale dhibkii ka hadallaaba ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu doonayaa wixii muslim uu walaalo ahaado magac kasta iyo urur kasta iyo qowmiyad kastoo hawshaa baabi'inaysa iyo magac kastana waa tacbiid albashar lirayl illah lama ogolo waa diin la'aan waa casaa'u ljaahiliya waa dacwa ljaahiliya waa dhaqan jaaro dhaqan muslimma ah sayidina cumar atarkiisii baan hadalkii kusoo gabagabaynaya inuu warku ila fida ma rabo sayidina cumar wuxuu odhan jiray إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبْ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ هذا الذي سعانك في رواية إِنَّا قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَلَنْ نَبْتَغِيَ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ وآثر صحيحة بحيري سيدنا عمر المحدث الملهم موفق هذا الرئيسان annagu waxaan ahay dan carabnahay basharkii dunida ku noolaa nimankii ugu liitay ee la gumaysan jiray qaybtooda xagga ciraaq jirtana niman reer furusa iska gumaysan jiray ciraaq iyo xagga iraan jirta qaybtoodan xagga xijaaz iyo khaliij soo jirtana nasaara iska gumaysan jirtay qaybta xagga shaam ku aadanna nasaara kala haysatay weligood waxay iska ahaayeen niman la gumaysto oo la kala qaybiyo oo la isku diro oo gabariyo goodhi goodhi laga qaado oo la kala qoqobay ahaayeen inta soo hadhay xijaaj joogtana niman gaajo u dhammaanay oo saxare taagan u ugaadhsada marna yeman u cararna marna shaam u carraysta ahay wuxuu yidhi ilaahay baa nabi noo soo diray wuxuu nagu ciisay in sharaf ku yeelnay iyo jiritaan iyo dadnimo waa nagu horreysay islaamka xilligaasaan waxaan noqonnay 25 sano gudahood ay adduunkuna ku qabsadeen fi taariikh taariikhil bashariya kama dhixin wuxuu yidhi haddaan isku dayna marka inaan sharaf iyo ciise ka raadina waxaan islaamka ka ahayn rabbi wuu na dulaynaya horaan badulli baan ahayn ilaahay baa islaamka nagu ciisay nagu dharqabtay haddaan maanta guryo noqonno oon ka raadina ciiso iyo sharaf iyo jiritaan iyo magac waxaan islaamnimo ka ahayn waad duloobaynaa waxyaabahan marka ina kala qaybiyey ee isku keen dilay ee dadnimada inaga baaba'ashay iyo diinkiina ku tuntay هلا اسكا الى قبيالات عصبيات قوميات ودنيات قبريسي وحاصل هو الدين لان ارى قدرا وذا دول قوة افزي ارى كلي ارى طريقوين من قبل وحن سوى قاري نمان سوفيو طريقوين او دولة من طريقة او على ودو نحيسة الله يعني الى وذلك عبد الله قطب هذا الكتاب بسن نصر المؤمنين كله لقتل رجل واحد من الصالحية أفضل عند الله من قتل 100 كافر سوى قادرين وحولي هاي حالنا صالحية صالحية دو وقليه في كونفرادي وانا سيد كلين يقول تاقل سيئ وحولي حالنا طريقة صالحية دو أول الدلو أيا كفض البلان بقول قالوا إلى درك اللونتم هل كاسي لك قال فارقبيلك الدينية دو الرئيسي أسندكم دنيا بابئية midka qabiilka barnaama mararka qaartii wadaadihii way kala ururaysteen way kala xaydeen way kala dariiqoobeen masaajidii baa la kala haystaa dugsiyii baa la kala haystaa macalimiintii baa halka nafta loo keenay adoo yaa taageersan tahay wadaadkeed ku xidhan tahay waxaasoo dhan waa xoro shaydaan walaalnimadiina ahayd inama lmumina ikhway baabi'inaysa wadaadaha badankoodna waa danaystayaal hadda korma hawshaa ka hadlay waa danaystayaal ayagaa ugu xaasid badan iyagaa ugu dhaqan xun marka ay fasahaadaan ay xumaadaan caamayga dhaama saa darteed salafku way ka dimi jireen
هذا قربان كان الله وحان كان هورش أيضا وحال إلى هذا بن آدم ته وحيس كل شقاء ويحل لبان بن آدم وحيس كل شقاء ومن هراني شقاء بحيس عور حيرة حيرة قل يان توكسيد الدور سيدة ماركتين وعور دور سيدة الدريق كل علو ذا بيسو مالي كيدا هذه معلمين القرآن كان لكتا عروي وهذا يمد المسايد فيه اسكو ما في عروي اسكولاتك قل يا اسكولاتك اسكولك اسكولك ما عروي هاي اسكولك اي هاي اسكولك كان عروي قل يا كان عصير دكان ليدا هو بوشد ايبي عربا عربا كان عيس بن ادمكو قيب والكستو اسكو حرفلا اسكو مهرلا انت بلاوي حلوبان حكيني ضعف الإيمان ضعف الإيمان بقضاء الله وقدره ضعف الثقة بالله واليقين والتوكل عليه عاد كذا دعيني كستم ادو قد هيل لهيت بوذاك كا قارنيا ارساق يبي الذي كسو مر لا مشان بنك كفر السنه وايمان العام هل كان وحو كجري هذا الهي امن سنت وهو صوتاي قضيه سي قدر كسي قرفشت اكو قنع سنت هاي واحد امن الهي اننا قالن ما هي واحد يكون قدرا عرف هذا ان عن المال عن الميسور اذا ايمان الان با صبر وذا ده مركا دغال كودي سياسيين دغال كودي هولها صورن كا بقبيلده نبدونده دينك لو سنين الهنا لا عرفوا وحيابين قيبين ايا لا وانتم ديك المسلمين تدارين تيسنا على اسكا الهنا حق دره وحي اه هلا هورتو اسنا كالمش دينك الهي يو وناغا حمهنا هل نحن نقول سجيستا وما سنتي انت صلى الله عليه وسلم وبركاته.